وقيد بس تقيد حتى ال 14 اوت. مماتي ديما تضحك عليا وتقول لي احنا اجينا لصيام تعجيل هذاك الوقت قبل على خاطرنا تويكه قدام العالم كامل ولينا شباب الثوره. فما اللي يقول لك ما نعرفش شكون باش نخطا، واللي يقول لك يا اخي صوتي مش يبدل حاجه. لا لا استنى في المعلومه حتى تجيك هناني بناني. بالكم بحاجه لان ظهرت معايا ولا عمري 18 سنه معناها ولا عندي الحق باش نمشي ننتخب. وحدك عمرك ما كنت تعمل ثوره، عملناها مع بعضنا وبالانتخابات نكملوها مع بعضنا. هذاك علاش جيت معايا عزيزي ومماتي ومشيت قيدت روحي في الليستة. انا قيدت وانت قيدت باش تقيد. انا قيدت وانت اي انت قيدت باش تقيد. كانك مواطن تونسي عمرك فوق 18 سنه وتحب تمارس حقك في الانتخاب نهار 23 اكتوبر الجاي، لازمك تقيد روحك من توا في اقرب بلديه معتمديه في مكاتب الهيئات الفرعيه ولا السفارات والقنصليات. ما تنساوش اللي بطاقه التعريف الوطنيه لازمه، واللي اخر اجل للتسجيل هو 14 اوت. لاكثر معلومات زوروا موقع الهيئه العليا المستقله للانتخابات easy.tn.